اليوم الباص فاضي، اما بالعاده في هون كثير حلوات. الحمد لله. يا الله ان شاء الله. طلع طلع كيف محل الشعر. ماخذ هذا الوضع بالباص. يا ريت كنا هون حالنا. استنى بدي صورها جاهزه هلا. حطها بالباسبورت بعدين بلاقيها ممكن اضرب العشرة. هذا هذا بعد طبعا اباش يوليا بلوندينيت كيلوزيس كيوتا خبار هو طبعا لا عشان هذا هو انا صح ما دخل او بغى هذا كان في سكت ولا هذا ما ما عايز الدوارين بس شغاله سعره شغاله بس هذا سعره شغاله بس اللي ما مريض ده سعره ولا شوف هذا سعره شغاله وفجاه لا اكثر تعب.